حلقة جديدة من سلسلة الحروف وأصواتها، ومعادنا النهاردة مع حرف الكي. الحلقة فرفوشة كده وخفيفة، لأن حرف الكي من الحروف اللي ما فيهاش أي مشاكل كتير أوي في الإنجليش، بس الموضوع لا يخلو من المفاجآت. أكيد لو فضلت معايا لغاية آخر الفيديو هتتعلم النهاردة حاجة جديدة. كالعادة دايما زي في كل حلقة من الحلقات بتاعة الحروف وأصواتها، في دايما ثلاث حاجات بنتكلم عليهم لما بنيجي نتكلم على الحرف. بنتكلم على صوت الحرف، بنتكلم كمان على صوته بيتغير ولا لا لما بيبقى معاه حروف تانية، او علاقة الحرف بالحروف التانية، وكمان بنتكلم امتى الحرف بيبقى silent او امتى ما بيتنطقش. صوت الكي دي اول حاجة ما بيسبب لناش اي مشاكل، لان احنا عندنا المقابل في اللغة العربية وهو صوت الكاف. ففي اول الكلام بنقول مثلا كيلو، كايت، او في اخر الكلام في كلمة مثلا زي فيك. نتحرك بقى للنقطة رقم 2 بسرعة، وزي ما قلنا قبل كده علاقة الكي بالحروف التانية في اللغة الانجليزية. اول حاجة علاقة حرف الكي بحرف السي. لما السي بيبقى جاي بعدها كي في الانجليش، الصوت بتاعهم بيبقى صوت الكي ومبيبقاش فيه صوت للسي. لاك زي كلمة باك. الال ما بتبقى جاية قبل الكي. الال بنسبة 90% دايما بتبقى سايلنت. في كلمات زي walk، زي talk، الكي بتبقى silent لما بتبقى جاية قبل الان، زي ودي دايما قاعدة يعني. في كلمات زي knock، زي knee، زي night، بس مش night ليلة، night بمعنى فارس. خلينا بقى نتكلم على شوية نقط زيادة اللي انا قلت لك ممكن تتعلمها. اول حاجة في حاجة اسمها hidden k، او الكي اللي ما بتشوفهاش في الكلمة لكن بننطقها. الكلام ده بيحصل لما يبقى عندنا كلمات في الانجليش فيها NGTH، والناس ما ياخدوش بالهم كتير قوي من الكلمه دي، لكن لو رحت القاموس وسمعتها هتلاقيها بتتنطق فيها كي. يعني بنقول length، length، strength، strength، strength. كلمات زي ما انت سامع فيها كي، وممكن تروح تتاكد لو سمعت في القاموس اي كلمه فيها NGH، ما بنقولش length ولا strength، بنقول strength and length. لما التي والدي بيبقوا جايين في اخر كلمة والكلمة الجديدة اللي بعدها بتبتدي بكي، دايما التي والدي بيبقى صوتهم مكتوم، فبنقول كلمة زي fat king، ما بقولش fat king، انا بكتم صوت التي بسبب الكي. fat king، he's a fat king، he's a fat king. كمان بقول bad kindergarten، this is a bad kindergarten، فبيبقى صوت الدي والتي مكتوم دايما لما بيبقى الكلمه اللي بعدهم بتبتدي بكي. كمان جدير بالذكر، وكنت اتكلمت على الحته ديت لما اتكلمنا على حرف السي، ان السي بنسبه 90% ويمكن اكتر بتتنطق دايما كي، الا في ثلاث حالات بس لو السي كان جاي بعدها اي او اي او واي، زي في سيل، زي في ايس، زي في سايفر، زي في سيتي. لكن غير كده دايما السي بتتنطق كي. كات، كوت، وي كليفر. لو الفيديو عجبك بليز شير اند لايك. ذات ويل بي اول فور توداي. ثانك يو اند ويش يو اول ذا بيست.